خلي بالك حسن شاكوش ليه تجارب بعد بنت الجيران ما نجحتش كانت كلها لوحده. ليه؟ لان حسن شاكوش زي ما قلت لك مش هيقوم بكل الادوار لوحده. صح. يعني زي اغنيه كعب الغزال بتاعته ما نجحتش. ليه؟ حسن ما يقومش بكل الادوار. حسن تدي له مساحته اتفضل قول عشان تاخد منه تاخد وتدي معاه. فانا سمعت تقول بص حسن انا انت حلو فوق وانا تعالى اقول تحت الحته دي. سكر محلي محطوط على كريمه وهنعمل فكره ان احنا الواد المؤدب اللي بعاكس البنت وانت الشاب ايه ابن البلد بتاع الحاره الشعب يعني. انت المؤدب عشان ده صوتك. راكب على النقطه دي وانت راكب على الرومانسي شويه. كانت فكره بينا احنا الاثنين طرحناها. اوكي. هو كعبك محني والعود على الايمان خش على ويجيني معلولة للقرار. مش هيبقى في جواب يا جماعه. صح فاهمك. ايوه لولا القرار مش هيبقى في جواب. لولا ان في حد قال بصوت كويس.